Oh الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مشاهدين الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته انطلاقا من الحديث الشريف الوارد من الناحية المقدسة بإمضاء مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله فقد واضب علماؤنا الأعلام ومراجعنا العظام على حفظ ونشر علوم أهل البيت عليهم السلام لتصل إلينا جيلا بعد جيل لكي نسير على هديهم ونستنير بنور علمهم اللامتناهي واحد من علمائنا الأعلام سماحة المرجع الديني السيد صادق الحسيني الشيرازي يجسد أصدق مصداق لهذا الحديث الشريف وبين ايدينا اليوم ساده المشاهدين كتاب عالي المضامين ذو اهميه عاليه انه كتاب نهج الشيعه كتاب نهج الشيعه تدبرات في رساله الامام الصادق عليه السلام الى شيعته ويكفي في هذا الكتاب ان يتناول كلام المعصوم الموجه الى الشيعه فما هي اهميه هذا الكتاب ساده المشاهدين مع ضيفنا العزيز سماحه الشيخ غازي حمزي استعيذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من لدنك رحمة واجعل لنا من أمرنا وأمرك رشدا إنك أنت اللطيف الخبير وبالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير وصل اللهم على البشير النذير والسراج المنير من عرف في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار وبعد فإن فصول الكلمات والكتابات لا تنتهي في مدرسة العلم في مدرسة الإرث النبوي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إنما بلحاظ الخاص يمكن أن نشير إلى أن هذا الكتاب الذي يختص في رسالة الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه الى شيعته والذي عرفه الكاتب حفظه الله تحت عنوان منهاج الشيعه او نهج الشيعه اهميته تبرز فيما اراده الامام المعصوم سلام الله تعالى عليه من خاصته ومن عامته في كيفيه فهمهم لعده امور اولا الدور الذي يناط باتباع ال البيت سلام الله تعالى عليهم مع انفسهم. ثانيا، الفهم الخاص بهم مع من يعيشون. ثالثا، الابعاد الايمانيه والتقوائيه في رساله النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وبما جاء به من وحي. رابعا، لعل كل هذه المضامين تختصر بكلمه واحده ان اهميه هذا الكتاب في اهميه هذه الرساله انه خطاب الامام المعصوم مع شيعته في كيفيه بناء الانسان السوي الذي يريده الله سبحانه وتعالى في مكنون قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم والذي يريده النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكنون قوله أو في مكنون خطابه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو لعله فيما أراده الإمام المعصوم مطلق إمام معصوم سلام الله تعالى عليه في خطابه لشيعته أن يكونوا الحفظة لدين الله سبحانه وتعالى لذا الرسالة أولاً هي بذاتها كتاب وهي بذاتها خطاب انما في شرحها من قبل سماحه المرجع تاخذ مفهوما اخر وتاخذ منهاجا اخر اطلق عليه نهج الشيعه الذي لم يتبدل ولم يتغير مذ جاء رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم الى يومك هذا انما البعض يفهمه والبعض الاخر لا يفهمه. هذا الكتاب اعزائي المشاهدين هو عباره عن سلسله محاضرات ودروس القاها سماحه المرجع الشيرازي دام ظله قبل تصديه للمرجعيه بسنوات. حيث عمدت مؤسسه الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم من خلال دار العلوم للتحقيق والطباعه والنشر والتوزيع الى جمعها في كتاب سنه 1434 هجريه. الموافق للعام 2013 ميلاديه. ونظرا لاهميه هذه الرساله ووفره محتواها وكثره ما فيها من اداب وسنن فقد تصدى سماحته الى شرحها وبيان بعض مطالبها باسلوب سهل عميق وذلك في مباحث الاخلاق الاسبوعيه التي كان يلقيها سماحته على بعض الفضلاء وطلبه العلوم الدينيه. سماحة الشيخ غازي حمزي كان له وقفة على الأسلوب الرفيع بغض النظر عن المحتوى الذي يفوق أي تقييم لأنه كلام معصوم طبقاً للكلام المأثور أو الحديث المأثور حدث الناس على قدر عقولهم نجد أن الأسلوب السلس المطعم بالحكايات والأمثلة والعبر والنماذج الاجتماعية هو الأقرب إلى الناس حقيقة لست في مقام تعيين او في مقام اختبار او في مقام جعل الرتب لكلام المرجح ولست في مقام تقييم كلام المرجع عادة كما هو المشهور والمعروف والمالوف فان المدرس هو الذي يقيم التلميذ فلا يمكن لاحد على سبيل المثال ان يقيم كلام الله عز وجل ولا يمكن لأحد إن, أن يقيم كلام المعصوم وعلى هذه الشاكلة يمكن القول لا يمكن لطالب علم له عقدين من الزمن أكثر أو أقل أن يقيم كتابا قد صدر من من أفنى عمره في العلم نعم يمكن أن يميز الأسلوب والمنهاج وإن كانت الوسيلة أو المهنة هي الكتابة والتأليف والبحث والتدقيق اجد ان هذا الكتاب يقرب الصوره الى عامه المسلمين بل انه يلزم من اخذ بولايه اهل البيت سلام الله تعالى عليهم للالتزام بمضامين عقائديه وفكريه وثقافيه تجعل من القارئ تجعل من القارئ ساعيا نحو الهدف الارقى والاسمى نعم يمكن القول نحن كقراء ولسنا في مورد كطلبة علم يمكن تقييم أن هذا الكتاب يحتوي على مضامين عالية يجمع في طياته وفي بطونه بين الأسلوب الراقي الأدبي وبين الأسلوب القصصي ناهيك عن العبر والأمثلة ثم أنه يستعرض بعض الحقب التاريخية في حياة أئمة آل البيت سلام الله تعالى عليهم بل وحتى الأنبياء حتى تكون الفكرة مسقولة ومتحدة عند القارئ مما يقرب الفكره لديه على ان ائمه ال البيت سلام الله تعالى عليهم هم حلقه في السلسله الذهبيه من ادم الى محمد صلى الله عليه واله وسلم وارادوا لاتباعهم ان يكونوا في هذا الخط الالهي الدائم الى يوم القيامه. اعزائي المشاهدين ربما لم نتحدث كثيرا عن المؤلف سماحه سيد صادق الشرازي ولكن بما ان الحديث عن اسلوب كتابه وقلم فهو افضل طريقه للتقييم. هذا الكتاب نهج الشيعه الذي يقع في 200 صفحه من القطع المتوسط جدير بالقراءه. ليس بسبب اسلوبه الجميل كما ذكر سماحه الشيخ لنا قبل قليل، ولكن لانه ايضا يتناول رساله غنيه المحتوى، عظيمه المطالب، كيف لا وهي صادره عن الامام الصادق عليه السلام الذي يشكل كنزا علميا قل نظيره في هذا الوجود. ولان الرسالة سادة المشاهدين خطاب موجه من الامام الصادق الى شيعه اهل البيت بل الى كل انسان عاقل في هذا الوجود فهي تشكل خارطة طريق الى الصراط المستقيم متخذة من الاسلوب القصصي تذكره لاولي الالباب وهذا ما يحدثنا عنه الضيف الكريم سماحه الشيخ غازي حمزي. مما لا شك فيه ان ان الكاتب حينما يريد أن يدلي بدلوه في فكرة ما يتعرض ذهنه إلى عصف إلى عصف فكري وبالتالي يرتئي أن هذه الفكرة مع هذه المقدمة مع هذه الخاتمة هي الأقرب إلى ذهنية القارئ والأكثر شمولا فالكاتب عادة ينظر إلى المساحات الملأى بمن يستوعب هذه المعاني مثلا عنوان التقوى جيد وهو من العناوين التي يتعرض لها كل كاتب معرفه الله سبحانه وتعالى ايضا هي من اسس الكتابات والطريق الى الله سبحانه وتعالى تحدو بكل صاحب قلم بل الغايه في كل قلم لابد ان تكون كذلك ان يهدف الكاتب الى معرفه الناس بربهم سبحانه وتعالى كما انه يلج بابواب هذه المعرفه كالانبياء والرسل ومشاكل ذلك باب الاصلاح، باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى اخر الكاتب كل كاتب يجد فصولا تتسع المساحات حينما يدلي بالحروف والكلمات. ولعل هذا الكتاب في مضامين الرساله، الرساله التي جمعت في طياتها بعدين. البعد الشخصي الدنيوي والبعد الايماني الاخروي ويمكن صهر هذين البعدين في كلمة واحدة قد تقال الطاعة أو التقوى إنما حقيقة أنا كقارئ لفتني أنه ليس في الرسالة لأن الرسالة حقيقة كما أشرت هي متعددة الأنوار كالشمس التي تحيط بالناظر أيضا الكاتب يأخذ من كل نور فقرة حتى يستمد هذا القارئ في هذا العنوان بعض الفائده وفي ذاك العنوان بعض الفوائد انما ساوجز في نقطتين او في فصلين، الفصل الاول كما تعرضت الرساله الى اليهود وتدليسهم مع الانبياء والاولياء فان الكاتب امعن واطنب في شرحه في مساله اليهود وتعرضهم للانبياء وافترائهم على الله سبحانه وتعالى من حيث انهم الصقوا بالله عز وجل تهمة الكذب اجد ان الكاتب في هذه الفقرات اعاد الى اساس الكتابه بل ارجع الرساله في منهجيه التشيع والايمان الحق الى مبدا واحد وهو الكذب وهذا هو فيما نقراه عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي وعن الائمه سلام الله تعالى عليهم على ان الذنوب كلها في بيت ومفتاحها الكذب ثم تعرض الى ديدن اليهود بما تعرضوا له للانبياء هذا الفصل حقيقه جدير بالاهتمام لانه يرتبط بشقين اليهود كمدرسه اثمه ومعتديه وباغيه ثانيا بماده الكذب كحكم شرعي وباثره على النفوس واثره على المجتمعات وتحذير الامام الصادق سلام الله تعالى عليه من هذه الافه الفصل الثاني الذي اعجبني هو تعرضه الى صبر النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. لماذا اخترت هذا العنوان؟ لان الصبر هو حاجه في كل شيء. ثم ان المثال في القدوه وفي الاسوه في رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم والقاء الحروف والكلمات الثقافيه والفكريه حتى في الرساله وشرحها باطناب وابداع عن شخصيه الرجل الالهي في هذا الكون رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم لتقول للموالين ولاتباع ال البيت انكم انتم مثالكم وقدوتكم التي اكد عليها الامام الصادق سلام الله تعالى عليه مع شيعته وللمحيط هو رسول الله محمد حتى في تبليغ هذه الرساله حتى في العمل على هذا المنهاج نهج التشيع الصافي تحتاج الى صبر تحتاج إلى ثبات فأنت مرة تصبر مع نفسك ومرة أخرى مع أخيك ومرة مع الحكم الشرعي إلى أن يصل المقام بك إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ناهيك عن الفصول الأخرى التي تستحق الوقوف عندها والكلام فيه وفي رحاب كتاب نهج الجيعة المشاهدين لابد أن يلتفت القارئ الكريم إلى الأسلوب الراقي في التعاطي مع النص الروائي من قبل المؤلف سماحه السيد صادق الحسيني الشيرازي مظله ظله الوارف ولهذا كان لسماحه الشيخ غازي حمزه وقفه مع هذا الاسلوب عاده مناهيج اذا صحت العباره منهاج الكتابه او اساليب الكتابه هنالك مدارس في كيفيه الكتابه والخطوط العريضه في وضعها الابتداء من الجزء الى الكل، من العنوان الى الشرح، آه الى غير ذلك التركيب، الترتيب، تحديد العناوين، شرح المضامين، الايصال الى الفكره والنتيجه، المقدمه، الموضوع، الخاتمه، انما في هذا الكتاب لا يتعرض في طرحه الى فكره عقائديه ولا يتعرض الى بحث فقهي، بل هو لا يطرح نظريه في موئل جدال وصراع كما في كتبه الاخرى انما الكاتب حفظه الله اعتمد شرحا للرساله بالاسلوب المختصر لم يطنب ولم يطل الشرح بمعنى الاصل في الكتابه هي رساله الامام الصادق فهو شرح اذا صحت العباره المشروح لان الامام حينما اطلق بيانه لبعض اصحابه فهم المستمع عن ذاك وامره بالمداوله والمناقشه ووضعها حتى عند سجاده الصلاه كما يقال. ورساله الامام الصادق او وصيه الامام الصادق الى شيعته هي من الرسائل المشهورات المعتمده عند اهل العلم. انما نلاحظ انه قد ركز الكاتب في بعض الفقرات على المضامين الروائيه. واستشهد بتاريخ الامام علي والامام الحسن سلام الله تعالى عليهما بل في حياة النبي كما في ادم وابراهيم وموسى الى غيرهم من الانبياء سلام الله تعالى عليهم دمج الكاتب في شرحه بين عده مضامين اولا التفسير اللغوي من من حيث اللغه ثانيا ادخال الاسلوب القصصي لتقريب الصوره الى القارئ ثالثا قراءة الرواية برواية أخرى من باب العرض حتى يتسنى للقارئ أن تدنو الصور إلى ذهنه رابعا أو ثالثا الكاتب اعتمد على الإيجاز في كل فقرة من الفقرات بحيث أنه يمكن إذا أخذ مفهوم مثلا المدارات أو الطاعة أو ذكر الله سبحانه وتعالى أن يكتفي بهذا المقدار لأن الأصل لم يكن باب الذكر، الاصل شرح الرسالة للامام الصادق التي ورد فيها الذكر. بمعنى اخر يمكن ان اقول ان شرح الرسالة بهذا المقدار وهي في الاصل تحتاج الى مجلدات هي اشبه ما تكون برسالة موجزة ككتاب في مصاف شرح الصحيفة السجادية او في مصاف شرح دعاء كميل حتى يتسنى للقارئ حمل هذا الكتاب أينما كان ككتاب الجيب وإلا فإن المناهج والأساليب تتعدد يبقى الهدف الأسمى والأرقى أن يستفيد القارئ تحت قاعدة خير الكلام ما قل ودل وتجدر الإشارة أعزائي المشاهدين إلى أن هذه المحاضرات قد ألقيت باللغة الفارسية فقام مشكورا الأستاذ علي ضميري بتعريبها فيما قام سماحة الشيخ قاسم الاديب بتولي مراجعه الكتاب وترتيبه وتبويبه فلهم منا جزيل الشكر على ما بذلوه من جهد قيم في ايصال هذا الكتاب الى القراء الاعزاء. في ختام الرساله اعزائي المشاهدين كان حديث عن اتباع الحق واتباع اهل البيت عليهم السلام الذي يشكل سبيلا للنجاه. ولا عجب ان سماحه السيد الشيرازي دام ظله الوارف قد ربط شرح هذه الفقره من الرساله بعيد الغدير الذي يجسد اتباع الحق ومحبه اهل البيت عليهم السلام. ومن وجهه نظره يرى سماحه الشيخ غازي حمزي ان الاصل هو عيد الغدير وان الدعوه هي لقراءه الامام الصادق عليه السلام والعوده الى الاصل. حقيقه ما احببت ان اطيل الشرح في بعض الاسئله او في بعض الاجابات عن الاسئله. لان كل كتاب يحمل في راس كل كلمه من حبره مضامين ثقافيه واجتماعيه وسياسيه وعقائديه وحينما يصدر كتابا من مرجع تختلف النظره عن كتاب صدر من طالب علم او من شاعر او من اديب او من باحث لانه العنوان والمعنون يتلازمان بمعنى اخر فان كما يقال في المثل الشعبي هذا المكتوب يقرا من عنوانه فيقال فحينما يقال ان مرجعا فلانيا اصدر كتابا يحمل في طياته شرحا لرساله الامام الصادق مباشره يتبادر الى الذهن المعاني والاراده التي ارادها هذا العالم من خلال هذا الكتاب ولعله بنظري القاصر افهم في ظل ما يعيشه المز... يعني اذا صحت العباره العالم الاسلامي من تخبط في فكره وفي ارائه وفي احكامه الفقهيه وفي فهمه للمسائل العقائديه التي تبدا من الله سبحانه وتعالى ولا تنتهي في كتابه ايضا الى الواقع المرير الذي يعيشه العالم الاسلامي فاذا قيل لي انت حينما تقرا او تكتب لقد جئنا لك بكتاب صدر عن مرجع يحمل رساله الامام الصادق عليه السلام الى شيعته فيتبادر الى ذهنه مباشره كقارئ وكاتب ان هذا المرجع اراد ان يطرح على العالم الاسلامي عده عناوين اولها من خلال الرساله اتباع الحق انه ايها المسلمون تعالوا الى الاسلام الصافي النقي الغير مشوه الذي عمل عليه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم والائمه الكرام ونحن اتباع ال محمد عليهم السلام نحمل هذا الصوت وهذا النداء بمعنى اخر انها رساله للعالم في كيفيه الاسلام المحمدي الاصيل ثانيا أفهم في ظل هذا الضياع بين المحلل والمحرم وفوضى الإفتاء من قتل وزنا وتدمير وسفك حتى يقال هذه رسالة الأئمة رسالة الإمام جعفر الصادق عليه السلام من المذهب الجعفري الاثنى عشري الذي ننتسب إليه هذا هو صوت الله في الأرض تعالوا أيها الناس واقرأوا جعفر بن محمد حينما قرأتم الآخرين. ثالثا أفهم أن هذا الكاتب الذي حجمه بحجم المرجعية بمعنى آخر حجمه كوني هو يصرخ في برية الله سبحانه وتعالى أيها الناس الإسلام في خطر والمسلمون عليهم أن يستيقظوا. رابعا أفهم أنه ذيل هذا الكتاب بهذه الرسالة الشريفة والعظيمة قد ذيلها بنداء ان المشكله ليست في تعدد التمذهب عفوا المذهبيه او التمذهب انما المشكله في ضياع الاصل وهو الغدير وكانه في مقام ما شرحت الرساله لكم هذا نداء الائمه الكرام ولكن ذيل الكتاب بدعاء وبترجي وبطلب وباستغاثه على ان نحدث الناس عن يوم الغدير عن عيد الله عز وجل في أرضه يوم الولاية لعلي بن أبي طالب أفهم أنه يقول هذه الرسالة بهذه المضامين أصلها يوم الغدير يا من تفتقدون إلى صوت جعفر بن محمد عليه السلام يا من تفتقدون إلى المعاني العقائدية السامية ويا من تضيعون أحكام الله عز وجل عودوا وارجعوا إلى الأصل ألا وهو يوم الغدير حيث أمر النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ هذه الرسالة، وقال اللهم من كنت مولاه، فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وأن الضياع الحاصل في الأمة، والتفتت، والتشتت، وصوت الحق المفقود، ليس سبب هذه الرسالة إنما أصلها ضياع الغدير. فما فمن ضيع الغدير ضاع صوته في الحق ومن حفظ الغدير وحفظ الغدير فانه حافظ للحق. نعم الواجب ان نذكر الناس برساله الامام الصادق عليه السلام وبوصايا الائمه لكن الاصل ان نذكر الناس في يوم الغدير فمن لم يكن لديه يوم الغدير فان ايامه ستكون سوداء كما هو العالم الاسلامي حاليا. شكرا لكم اسال الله سبحانه وتعالى الى مزيد من العلم واسال الله سبحانه وتعالى الى غيره من الكتب اطال الله في عمره وفي عمر القراء الكرام في الختام سادة المشاهدين نامل ان نكون قد وفقنا في نقل المعلومه اليكم ولكن نشدد على اهميه وضروره قراءه هذا الكتاب لما يحتويه من مضامين راقيه كل الشكر لسماحه الشيخ غازي حمزي على ما افادنا به الشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه على امل ان نلتقي في حلقه جديده وكتاب جديد من مؤلفات المرجع الشيرازي دام ظله الوارف الى ان نلتقي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.